الو ام حبيبه، اهلا اهلا. ازي حضرتك شيف فاطمه؟ اهلا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ ربنا يخليكي لينا يا رب ويحسن ما بين ايديك ويفرح قلبك ويطمن قلبك. واياك يا حبيبتي يا رب ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. انا اقول لك على حاجه تضحكك قوي. اتفضلي. بصي بقى، انا عملت الكحك وايه وعجب ابني قوي وخده معاه الشغل وقعدوا يشكروا في حضرتك وايه بجد وفرحانين جدا ان هو جميل. والله يا سيد فاطمه، والله عمل قلبان في الشغل عند ابني. ما شاء الله ما شاء الله، انا بحب كده قوي. ده انا قلت لهم بقى وقعدوا يدعوا لي يقولوا ايه ده ماما عاملاه جميل. ما شاء الله اللهم بارك. والله تسلم ايديك الحلوه وتعيشوا وتعملوا كل حاجه حلوه يا رب. يا رب يخليك يا رب. انا وانت بصي يا سيد فاطمه، هسال حضرتك على الليمون. ربنا يخليك يا حبيبتي. الليمون لو انا عصرته وحطيته في القوالب بتاعه الثلاجه يعني وصفيته كده ينفع يبقى يعني يعيش معايا كده ويبقى ما يمرش؟ بيعيش. بيعيش تمام، يبقى زي الفل، مفيش مشكله خالص يعني كويس. طيب طيب يا حبيبتي، انا متشكره لذوق حضرتك حبيبتي، نورتيني واسعدتيني.